أكيد مستحيل نزل صورة فيها إيدي مع خاتم زواج بدون ما تكون القصة إلها علاقة بزواج. هاي الكل، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تشوفوا فيديو. بعرف في كتير قصص حاب أحكيكم فيها. بآخر فيديو نزلته قلتلكن إنه شهر 9 اللي هو هذا الشهر حيكون مجنون، صح؟ أول شيء خلينا نبلش فيه هو اشتركوا بالقناة، وإذا مشتركين فعلوا جرس الإشعارات لأنه الفيديو اللي حينزل بعد هاد ما بتكون تفوتوه، هو الفيديو اللي واحد من المفاجآت الكبيرة لشهر 9. هذا الفيديو مجنون لأنه رح أعلن فيه عن خبر رهيب، وكمان حشرح لكم أو حدردش معكم عن الصور اللي نزلوا على إنستغرامي، فهلا حأتجهز وحأحكي معكم. أول شيء نرطب البشرة، لأنه بشرتي هلا كتير محمرة لأنه عملت لها تنظيف بشرة عميق مبارح. تجهيزا لشيء كبير عم خطط له، فعم نظفها بعمق، فلهيك شوي حمرة. حرطب حرطقة تحت العين كمان باستخدام هذا المرطب. هذا المرطب تبع تحت العين كتير بحبه انا. بهالكرة الارضية في مكان انا حلمي من انا وصغيرة روح عليه، فحروح عليه مع بنفت بهالشهر هاد. حاعلن لكم عن المكان خلال هالفيديو. فبهالفيديو حسيتها فكرة كتير حلوة ومناسبة انه اتجهز مكياجي كامل باستخدام ماركة واحدة اللي هي ماركة بنفت، اللي انا كتير بحب شغلات من عندهم. بعد ترطيب البشرة انا دائما بحط برايمر، انا عندي مسامات سو بيوحد هاي المسامات بيعبيها، وبنفس الوقت بخلي المكياج يضاين عندي كتير فترة طويلة. بهالسفرة وزيارتي لهالمكان لأول مرة حألبس فساتين كتيرة، فبإنستغرام حتلاحظوا كتير صور إلي بفساتين لأنه أنا ما بلبس فساتين بالعادة. هذا البرايمر اسمه The Professional Primer من بنفت، هذا من أفضل البرايمرات بالعالم، يعني معروف أصلاً إنه من المنتجات الجدا قوية بعالم المكياج. بسفرتي هي وعن جد ما عم بالغ ما استخدمت غير هالو هابي فاونديشن. طبعاً مسافرة على هذا المكان مع أختي بنين، وهي تقريبا اول سفرة لنا بنسافرها مع بعض لحالنا، وهيك نستمتع مش انه شغل كتير سريع، لانه نحن رايحين نستمتع كمان ونصور فلوجات ونغامر ومغامرة. انتم بتخيلين من شهر 3 وانا عم خطط لهالسفرة مع بنفت طبعا، فيعني اخذت منه وقت كتير لنعملها بطريقه انه عن جد ما رح تنتسى. بالنسبه لخافي العيوب او الكونسيلر، بنفت نزلوا كونسيلر جديد اسمه بوين كيكلس كونسيلر اللي هو هاد. اول شيء شكله بجنن بجنن كانه قلم، وهلا حاستخدمه قدامكم لتشوفوا انتو التاثير او الفرق. بستخدم درجه 7. المكان اللي انا رايحت له هو جزيره، بدي 3 ايام لاوصل لها من دبي، لانه حطير من هون على امريكا يوم تقريبا لاوصل لامريكا، بعدين من امريكا حطير على مدينه ثانيه بامريكا، وبعدين من هالمدينه حطير على هالجزيره. شايفين تغطيه الكونسيلر؟ يعني انتم هلا عم بتشوفوا، شايفين؟ مع انه يعني انا عندي هالات سودا، ما عم نعمل مثل العالم والناس خصوصا هالفتره، ولكن خفاهم. هاي البودره اسمها لو هابي كمان من بنفيتس. البودرة خطوة كتير مهمة بالنسبة إلي لأنه أنا عندي بشرة دهنية، والبشرة الدهنية جايز لازم بودرة. هلأ حأخذ هالعلبة آيشادو للعين، هايلايتر، كونتور، برونزر، كل شي بعلبة واحدة اللي هي تشيك ليدر من بنفت، فيها كل شي أنا بحبه. أول شي حأخذه هولا، حأستخدمه كبرونزر وكونتور كمان للأنف. المكان اللي رايحت له حيكون أول جزيرة بزورة بكل حياتي. هلأ ححط أحمر الخدود من نفس العلبة اللي اسمه جولد رش، هاد هو بيجي فيه لمعة كتير حلوة. بالنسبة للآيشادو حأخذ هولا كراميل اللي هو هاد، وادمجه على كل العين. طبعا حاكتب لكم اسماء كل شيء بصندوق الوصف، كل منتج حاكتب لكم اسمه تحت، يعني اي شادو هيك اسمه، بلاش هيك اسمه، خافي العيوب هيك اسمه. هالعلبه كافيه ووافيه وفيها منتج كتير يعني بتضاين، فلهيك انا كتير بحبها، يعني بعرف انه عم بحكي عنها بشغف، وبعرف انه يمكن تطلعوا وتقولوا يمكن نور مدفوع لها لتحكي عن هالعلبه هالعلبه، بس صدقوني هالعلبه هي انا عم بحكي عنها مني اوكي. انا عندي عقد مع بنفت بخصوص منتجات الحواجب، بس هي كتير بعشقها فبحب لكم عنها. عم حط هايلايتر لانه بس بدي فرجيكم هايلايتر كوكي. اوكي شايفين؟ اوكي سو قبل ما بلش بالحواجب وقبل ما اكمل المكياج، ما بدي اخليكم تنطروا اكثر، وحقلكم انا وانتو وبنين وبنفت وين رايحين. نحن رايحين على هاواي. يس هاواي. متحمسين لهاواي. هاواي هو المكان اللي انا بحلم انه زوره من زمان، وكنت اسمع ينضرب المثل بي وين بدك تروح على هاواي ليكون بدك تروح على هاواي، فانا هلا رايحه هاواي كلنا نحن، لانه حفرجيكم كل شيء. طبعا ما بتتخيلوا ما بتتخيلوا الشغلات اللي خططنا لها والمغامرات اللي حنعملها والقصص اللي حنصورها، فخليكم جاهزين لفلوجات مختلفة، عن جد مختلفة. ما بصدق انه شاركت معكم هالخبر والمفاجأة الحصرية عن جد اللي من زمان
وانا بدي شاركها معكم. وطبعا مش هي يعني هالمفاجاه مش المفاجاه الوحيده بشهر 9، انا شهر 9 قلت لكم شهر مجنون، سو بعنيها واحد من الجنون هي هاواي، وواحد من الجنون هلا حنحكي عن شغله ثانيه نزلت لكم جزء منها على انستغرام، بس كونوا متحمسين لهاواي. اوكي نرجع هلا للمكياج. عن جد نرجع للمكياج، انا كثير مبسوطه متخيلين هاواي. عم حط تحت عيني شوي من هالقلم، هي قلم كحله باللون البني من بنفت اسمه باد جال، حاستخدم رول لاينر ورول لاش ماسكارا، حروح حطهم هنيك لانه بدي ركز على المرايه وارجع لكم. حطيت اي لاينر وماسكارا، ليكوا الفرق اللي بيعملوا الاي لاينر والماسكارا. هلا رح اعمل حواجبي كالعاده، رح استخدم بريسايسلي ماي براو بنسل. اللي متابعني على انستغرام من فتره انا نزلت صوره ايدي مع خاتم الزواج، صورتي بالفستان الابيض، فكتير عالم مصدومين، نور تزوجت، نور شو عم بيصير. اكيد مستحيل نزل صوره في ايدي مع خاتم زواج بدون ما تكون القصه لها علاقه بزواج، يعني انا مش هالقد هبله، اوكي؟ انه بس لنزل صوره ايدي، يعني بتعرفوني انتم لما بنزل شيء يكون في عندي فكره من وراء او قصه من وراء، فهالشيء منتهيين منه، هل في شغله بتخص الزواج؟ يس اكيد. هلا حاعطيكم تلميحات وحتفهموا كثير عن هالموضوع. بالنسبه لحواجبي طبعا بحب انا اعبيهم بايدي كثير خفيفه، يعني انجأ هيك عم بعمل، انا عندي مشكله بحواجبي من هون. هالنهاية هي بحب اعبيها ورتبها. اولالا هلا حثبت الحواجب ب 24 hour brow setter، بتخلي كل شيء بمكان. خلصنا لوك المكياج، عرفتوا انه انا رايحه لهاواي، هلا حاحكيكم عن قصه الزواج والخواتم وشو حيصير. الفيديو القادم اللي حينزل لكم حيكون فيه كثير شغلات مجنونه، انا عملت شيء كثير مجنون بلوس انجلوس لما كنت بامريكا، شيء كثير غريب ورهيب ومجنون و قصة كتير قد ما تخيلته ما رح تتخيلوا اللي أنا عملته، ولكن عم بياخد مني وقت كتير طويل وأنا عم بعمل له إعداد لهالشي هذا المجنون اللي حينزلكم بعد هذا الفيديو. دموع وضحك وخناقات ومشاكل ومقالب، مش مقلب واحد، مقالب وفستان أبيض وزواج وخطوبة ومحابس وهوا وا وا وا، كل هالقصص موجودة بالسلسلة اللي أنا صورتها الكاملة بأمريكا الرهيبة القوية اللي عن جد حطيت فيها طاقة كتير كبيرة ومجنونة قد ما تخيلتوا الجنون، حتكون أجن وأجن وأجن من اللي أنتوا عم تتخيلوا. حتنزل لكم بعد هذا الفيديو أول جزء من السلسلة اللي هو أنا عم بشتغل عليه من أسابيع بس على إعداده، واشتغلت كتير على التخطيط لإله، حيكون شيء كتير مختلف بس شيء ان شاء الله يعني تحبوه، لانه حطيت فيه كتير استثمار وجزء وتعب وهيك يعني جزء من روحي فيه للشغل هاد. ف يا كتير متحمسة، فعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم اشعار لما ينزل لكم الجزء الاول من السلسلة المجنونة اللي صورتها بامريكا. لا تفوتوها عن جد، لا تفوتوها عن جد عن جد، لا تفوتوها، شيء كتير مختلف، شيء اول مرة انا بعمله بس شيء من زمان بدي اعمله وهيك رهيب. ما بدي احرق عليكم بس عم قلكم المحابس، الزواج، الخطوبة، الخناقات، المقالب، اهلي، مقلبة كل اهلي، وا 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 وا، كله حينزل لكم خلال هالشهر شهر 9، والفيديو القادم حيكون اول جزء من السلسلة. لا تفوتوها ابدا ابدا ابدا، لا تفوتوها، وتابعوني على انستغرام مشان تشوفوا كل الصور وكل التحديثات خلف الكواليس وكمان صور هاواي، لانه اكيد حتكون صور كتير مختلفة، سفرتي مع بنفت. لا تفوتوا انستغرام، تابعوني، حط لكم رابطه بصندوق الوصف، ححط لكم اسماء كل المنتجات اللي استخدمتها بهالميك اب لوك بصندوق الوصف، ححط لكم كمان رابط الموقع اللي اشتريت منه هالفستان بصندوق الوصف، لانه بعرف يعني من قلبي مش انه يعني انه انا جبته للفستان، وكل هالقصص بدي اياكم تحطوا هالشيء بعقلكم، انه انا لما بحط لكم شغلات او بحكي لكم عن شغلات صدقوني يعني دائما عالم بيجوا اوه اكيد مدفوع، لا مش كل العالم بيدفعوا، لا مش هيك انا، يعني مش هيك انا، مش انه عملت اظافري عند حدا وعملت لهم منشن على انستغرام انه دفعوا لي لاعمل لهم منشن، نو no. انا بعمل كتير قصص بس لانه بحب الشغلات وواثقه منها فبحب شاركها مع متابعيني، هالشيء خلوه بعقلكم وعرفوا عني. كتير شغلات مجنونه عم بتصير وانا هلا بدبي عم بعمل شيء مجنون بس هاد بعدين بنحكي فيه، خلينا نركز هلا على سلسله الزواج وكل شيء صار فيها وهاواي. بحبكم كتير، خيرات 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 الله، وشوفكن وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.